فنان ولو عين تالتة طول عمر، على قد فن ربنا يزيد. رسام جميل شاف الحياة بقلبه، طلعت لوح مرسومة من إيده، دكانه عامر باللوح والفن، تدخل تلاقي الصور حواليك في كل مكان، ليلى مراد وفريد سعاد حسني والفن كله، حليم مسومة كمان. بالرمل يرسم ساعات، بالفحم يرسم ساعات، عاش عمره بين الناس والريشة والألوان. ايه الجمال ده كله؟ ده الفن الجميل ده. الله يخليك يا بني. انت بقالك كام سنة هنا في سيدة زينب يا عمرو؟ بقالنا أكتر، أنا والوالد 50 سنة. 50 سنة. دي اللوحات بقى اللي أنت عاملها كلها يا عمرو؟ إن شاء الله بإذن. يعني الواحد ميري منيب تجنن. حلوة قوي. كلها يعني الصورة بتاعتها بسيطة جدا. أنت ناقلها من صورة. بالظبط. ناقشها من صورة. بالظبط. طب كل... واللي فوق رشدي أباظة. أليسا. دي أليسا. أنت حاطط بقى النضارة. بحاول أدخل يعني الإكسسوار مع. أنت بتحب الإكسسوارات. زي اللوحة مثلا دي اللي هي باللي فيها التربر والخرز. بالظبط. اليشمك. اليشمك. والكنفال القديم ده انت اللي حاطط برضه فيه؟ لا بلونه بقى، بلونه يعني بضيف عليه الوان انا بقى بتاعت العصر بتاعنا. طب وايه حكايه الازاز دي؟ الازاز دوت بيعمل يعني تمثال جوه ازازه. يعني انت مدخل الحجره دي جوه ازاي؟ من الفتحه دي طبعا. اما تخلص التجربه كلها هقول انا عملت 1 2 3. لا مش لازم تقول. هو الانسان بقى يتفرج كده ويحاول يفهم بقى دخلت ازاي. بس هي كذا دي تجارب، فعملت 100 واحده انا الاجانب بتاخدها على كده، بس انا بحاول اكتب عليها حرف. تكتب عليها من بول. وايه اللي هي فيها صوره انسان دي؟ دي صوره يعني تتحط في الميه، ممكن نحط فيها برفان او ميه. دي حاجة أنت مسقط الصورة جوه منها. بحيث إنك بتحب أنت الأشياء الصغيرة. جميل المحل يا عم. الله يخليك. ده البرونز بقى، برونز سريع بقى. دي خامات أنت بتستعملها. يعني مثلا البرونز كده. مثلا دي بتبقى الأجانب مثلا. لاف ماشي. ماشي. لو عملنا كده. الله. لو عملنا كده. والله انت رايق قوي يا عم رأف. الله. ده لاف خالص. حلوة قوي يا عم رأف. ممكن اي حاجة بتبقى ذكرى بقى وحاجات من دي يعني. طبعا. وبعدين بتنشف بقى تفضل ثابتة على طول. تبقى حلوة. هتدهني دي؟ ده طبعا من غير حاجة. طب اكتب لي رشا كده. جميل. لون بقى. كده عشان ايه انا ما انساكش برضه. ان شاء الله باذن الله. الله. جميلة يا عمرة. الله يخليك. جميلة. سلم إيدك وسلم ذوقك وربنا يخليك ويحفظ لك روقانك وفنك. الله يخليك. طيب الوالد كان قبلك كان رسام برضو؟ لا كان ترزي عربي. ترزي عربي؟ اه. مش ترزي العادي، الترزي اللي هو بيفصل الحاجات بالكردون وال شغله يدوي، عشان كده أنا حبيت شغل اليدوي من عنده يعني. أنت كنت بتساعده وأنت صغير؟ لا كنت بتفرج عليه وأشوف الدكتور في الحاجة بيعمل حاجة إزاي وبيعملها بإتقان، الناس بتقول له الله دي جميلة. كان تقن. فأنا أخدت إيه؟ أخدت حتة الحاجة اليدوية. هاند ميد كان جميل أوي. وإمتى بقى بدلت المحل من ترزي للرسم؟ لما التجارة ضعفت بقت. الأول كنت بتتاجر. فأجيب حاجة وأبيعها. اجيب حاجه وابيعها، لكن لما بعمل حاجه بايدي ببقى حاطط الرينج بتاعها اعلى طبعا من عندك. الاول كنت بتجيب ايه وتبيع؟ بجيب فراريس، اجيب ادوات مكتبيه. ادوات مكتبيه. مين اللي علمك الرسم يا عمرو؟ كان في واحد عندنا اسمه سراج. سراج بيدرس في فنون تطبيقيه، فلقيت بيعمل كل حاجه بايده جميله جدا، فعجبت بيه، بقيت يعني شغوف ان انا ايه ابقى زيه. من كام سنه ده يا عمرو؟ كان عندي 9 سنين. 9 سنين لما اتعلمت الرسم من سراج؟ لما حبيت سراج انه كان عايش عندنا وايه
وبيروح الكليه بتاعته وبيرجع وبشوف اعماله يعني حببني في الايه الحاجه دي. فانت فاتح المحل ده بترسم بورتريهات للمشاهير. حصل حاجه غريبه جدا في الوقت ده. انا كنت في مدرسه في السيده زينب كان في ابتدائي، وكان ليه فصل مميز عارف وفاكره، يصادف بعد مثلا 30 سنه 35 سنه 40 سنه ان انا اطلب في المدرسه ان انا ارسم الفصل ده. ترسم ولا تدرس؟ ارسم الفصل بتاعي اللي انت كنت قاعد اللي محدش يعرف غير انا. وفعلا رحت المدرسه ورسمته حته حته، يعني جايز انا اتفقت معاهم على شيء بس انا عملته احلى اكتر من ايه؟ طبعا. وشفت بقى تختتك وكرسيك كل حاجه، وكنت فاكر ان انا يعني ضربت علقه عشان كده. ضربت علقه ما تتنساش عشان كده. شوف الاساءه الواحد يفتكرها اكتر من كان حسن. كان المدرس نايم واداني فرصه ان انا ارسمه وهو نايم، ان هو نايم كده ويعني مكسوره، فكان سهل بالنسبه لي. طب انا صحي ارسمني بقى. ما انا بحاول اهو. فالمهم ايه؟ بعد كده الناظر طبعا هو زعق ان انا رسمته وهو نايم، فحصلت مشكله بالظبط. فبعد كده الناظر لقيته جايب لي بقى الوان وحاجات رسم يعني، وبقيت كل حاجه ارسمها يقطعوها ويعلقوها في الايه. فعرفت ان انت موهوب. فعرفت ان الناس بتقول لي الحاجه كويسه، فطالما كانت عباره عن تقليد، ان انا مثلا بشوف حاجه وبقلدها وماشيه النظام على كده. وبعد كده طب انت مليان صور مشاهير عندك في المحل. انا احب القديم، القديم في فن الاصيل. لقيت صوره اسماعيل ياسين، تحيه كاريوكا بالملايه اللف، فيلم لعبه الست دي، كل لا كان فيلم سماره. ده في سماره اللي عندك. بس عندك محمد صلاح، عندك يعني عندك حاجات حديثه برضه. مشاهير بحب المشاهير. بحب المشاهير اللي هو ايه بيصنع نجميته يعني بايه بعرق وتعب. يعني انت يا عم رأفت اللي بيعجبك في المشاهير رحله الكفاح اللي هم وصلوها، اللي ورا الشهره، اللي ورا الاضواء. بالظبط. السيدة زينب واحد من الأحياء الشعبية القديمة بالقاهرة، أخد اسمه المسجد السيدة زينب، والحي من أكتر الأماكن السياحية اللي بيزورها الناس لأنه مليان مساجد وأضرحة دينية ومطاعم شعبية مشهورة جداً. من أشهر الأماكن هنا مقام الطهر أم العواجز اللي بيتعمل لها مولد السيدة كل سنة، بيحضروا المريدين والمحبين من كل حتة في مصر والعالم كمان. في كمان جامع أحمد بن طولون، أول مسجد معلق اتبنى في مصر وتالت مسجد اتبنى في القاهرة، عمره النهاردة أكتر من 1000 سنة وتحفة معمارية الناس بيجوا يدرسوه من كل حتة في العالم. علمني كده المفروض أزبطها إزاي؟ على فكرة أنا برسم شوية بس مش حلوة قوي يعني. أنا يعني بنبدأ من الألف للياء. ماشي. ده يعني مثلا الإنسان وشه اللي فيه دقن زي غير الوش المدور. فحم نباتي بيبقى مثلا ايه، بتبدا اللوحه بتعملها بايه، بالفحم النباتي. ده فحم نباتي. بيخلي اللوحه مثلا بتنطق من اول ايه، من اول حرف. ده مش الفحم اللي بيخلي تنطق، ده الفنان اللي ايده تتلف في حرير اللي بيخليها تنطق. بس الفكره ان الفحم يعني بيسهل ماده سلسه، وبعدين بيتمسح بسهوله وبايه ما يعني بيطلع في النهايه الايه الحاجه اللي الواحد عايزها. بس بيقولوا اللي يمسح كتير ده اللوحه تبوظ منه. الفنان التلقائي اللي سريع كده مش كله زي بعض، مش كله زي بعض، ومش نفس الخامه، مش نفس الورق، في حاجات كتيره جدا. حضرتك بتشتغل بخامات كتير؟ كل حاجه، بالرمل، بالجبر، يعني فيها عندي شغل كله من الطبيعه برضه، يعني ممكن الوان انا بعملها ساعات من الطبيعه، وبحاول اشغلها في حاجات تانيه. انا هعمل كده وانت اقول لي وحش وحلو. يعني انا احاول اعمل على يعني انت مثلا ايه لو انا عايزه مش مثلا إيه خفيف لازم اخف منتقل امتى؟ لما ايه؟ لما اتاكد بس كده برضو يعني حتى لو تقلتي هو بتطلع ممكن تغيريها 10 مرات اقدر امسح، اقدر اعمل او تزودي، ما تمسحيش خالص، انت مش عايزه تمسحي. لكن انت رايك ما تعرفش شخصيه الانسان من مسكته؟
يعني مثلا وانا بعمل كده ما تعرفش مثلا شخصيتي؟ لا بتبقى ايه؟ لا بتبقى مش شخصيه قويه ضعيفه مهزوزه. لا بتبقى عباره عن الخطوط ليها رؤيه. الرؤيه بتاعتها ان كل واحد بيرسم الخط بيقول عليه عدل، وفي واحد بيرسم الخط بيقول عليه معوج، وفي واحد النسبه عنده النسبه والتناسب بتاعته مظبوطه. وفي واحد مظبوط، في واحد مظبوطه، بحيث ان ايه لما بعمل نسبه وتناسب حتى لو شجره بالنسبه لمساحه الورقه، في ناس عندها رؤيه حتى في الاطفال عندها سنس. موهبه. ما موهبه حتى من عيالك موهوب زيك يا عمرو. البنت عندك ولادك اسمهم ايه؟ احمد ولميس. احمد ولميس. لميس اللي موهوبه. انا موهوبه. هي وبتحب ترسم؟ بتساعدني في شغل كتير، وخصوصا حاجه المدارس. متعلمين ولا فين؟ احمد خريج كهرباء يعني الكتريك، ولميس فلسفه وعلم نفس. انت بتحب الاطفال، انا سمعت ان انت بتدي دروس رسم للاطفال. ان عندي موهبه ان انا اخليه يحب الحاجه اللي هو بيعملها، او يتعلق بالحاجه اللي هو يعملها او يقدر لو لقيت حد عنده موهبه مثلا تعمل ايه؟ تنميها. انا بحاول اطلعها له، بخليه يعني يستغلها او يستفاد منها او تطلع، يعني تطلع ايه تعلمه القلم يتمسك ازاي. بعلمه الادوات الاول، وبعدين بسيبه بقى وبديله كل الخامات اللي يقدر، وبعدين باستمرار بحاول اخليه يستخدم الطبيعه في ايه في شغله، يعني ورق شجر. انت مستعمل الطبيعه هنا في حاجات كتيره، في لوحات كل حياتي. في حياتك بستعمل الطبيعه، بحاول الاقي الحاجه الكتيره قوي اللي ملهاش لازمه عند الناس واعمل منها لازمه. بتلم الحاجات دي؟ بيجي لغايه عندي من غير ما الم. حد بيجيبها لك؟ انت موصي الناس؟ انا بزعل قوي على الازاز اللي بتتشرب، الازاز الحلو القديم. لا انا بتكلم على ايه، تشوفي مجرد ازازه الواحد بيشربها وبيرميها. صحيح. عايز صغير تاني بياخدها بيكسرها بيصابها. صحيح. فبهدل الدنيا. انا اخدها ممكن اعمل فيها علم مصر بالرمل. هي انت عارف دي موضه قوي في كل حاجه اللي انت بتعمله بالفتره. ده موضه النهارده اسمه ريكليمنج، يعني اخد مثلا بدله قديمه احولها للوحه، اخد طبق احوله لمعرفش ايه. بالظبط. دي موضه قوي في الفنون. انا شغال عليها بقى لي 30 سنه 25 30 سنه. اليافطه بتاعت حضرتك برضو مجموعه كده من الاشياء. اليافطه ما هي كان اسمها شيء من لا شيء، ان جت بنت كانت عايزه تعمل لوحه للكليه، يعني الكليه طلبوها منها، قالوا لها عايزين شيء من لا شيء. هي مش فاهمه يعني ايه شيء من، مش فاهمه معنى اللوحه هتعملها ازاي. صحيح. فوالدها جابها لي قال لي ممكن تساعدها، فبتقول لي عايزه لوحه متر 70 شيء من لا شيء. فانا قعدت اركز في كلمه شيء من لا شيء، لقيتها حاجه ملهاش لازمه خالص، ازاي اعمل منها عمل فني او حاجه لازمه. ففعلا لميت الايه تركيب الزباله اللي موجوده حواليا كلها. ده اللي بيسموه يعمل من الفسيخ شربات. هي دي. وفعلا رحت عامل منها لوحه الناس كلها شايفاها. جميله يا عمره. وكلها تعتبر من الزباله، مش عايزه. عمره انت بتساعد التلامذه في المشاريع بتاعتها؟ كتير. يعني ده جزء من وظيفتك ان انت تساعد في المشاريع. ان انا عندي صبر وما بملش من حاجه بسرعه، يعني وما الحاجه حتى لو باظت انا وتعملها من الالف للياء، يعني بتغش كده ويسلموها على انها بتاعتهم وانت اللي تكون عاملها. لا انا بخليه يشتغل معايا. يخليه يشتغل تحت ايدك. ويعمل كذا، واذا غلط انا بوجهه. ده كانه درس خصوصي. ما يعتبر درس. بس ايه الفكره؟ ان مثلا انا اديت درس حصه بعلمه حاجه وبياخدها معاه وهو ماشي. صح. حتى في الاطفال. احنا قاعدين في حته زحمه قوي يا عمراء. يعني هي جميله السيده طبعا واجواءها خرافيه. بس الدنيا زحمه قوي ودوشه قوي. بتعرف تفن ازاي الفن ده؟ عايز هدوء. ما هو ده الهروب. الهروب من الدوشه، الهروب من الزحمه، الهروب من الناس، الهروب من اي حاجه في الرسم. جوه محل. جوه المحل، ممكن ما اسمعش حد غير في ايه، غير في صوت التلفزيون. يعني الدنيا تبقى بتضرب تقلب بره، لكن انت مركز في اللي انت بتعمله. حتى لو بيحدفوا ازاي ماليش فيه، ماليش علاقه. طب ما دي نعمه من عند ربنا. طبعا طبعا. وبتديني صبر بقى، وبتديني وبعدين يعني ممكن ابقى بضحك مع نفسي ان انا شفت حاجه تولع مزيكا معينه. تسمع ايه؟ هي كل القديم، ام كلثوم، فيروز، نجاة، كينج، يعني حاجات كتير. الكينج ده اللي هو منير يعني؟ طبعا طبعا. انت جميل يا عمرو. الله يخليك. بس قعدتك حلوه وجوك مريح كده وجميل. والله انا نفسي
تفطري معانا النهارده. الله يخليك يا عم رامي. بص احنا زي ما انت بترسم كده احنا عندنا فنان على طول معانا بيرسم الضيف اللي بنرسمه ان شاء الله. بس انا بقى مش همشي من غير لوحه. لا هدا احنا هنهديك وحضرتك هتهدين. حاضر. صح؟ حاضر ان شاء الله. هي دي اللي هتديهالي ولا عايزها؟ لا 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 ازاي؟ انا عايز نفسي اعمل لك واحده بس في هدوء مش كده هتطلع احلى من كده. هديك صورتي. هديك صورة. وانا جبال جبال انت عالي. تشتغل من الصورة احلى من الطبيعة يا عم رأفة. ليه؟ ان برضه العين ضعيفة شوية. العين ضعيفة. لو عندك واتساب ابعت لك صورة تعمل لي واحدة حلوة. ده لازم. طب اكيد باذن الله واصغر حالك. او ابعتها لك ورايا. تبعتها لي. ان شاء الله. طيب احنا متهيألي زميلنا عبد الله خلص الصورة بتاعت حضرتك خلاص. خلاص. يا عبد الله. شكرا يا عبد الله. اهي اتفضل. حلوه يا عم رأفت. حلوه جدا. صح؟ جميله. عبد الله حريف مختلف. عبد الله فنان. فنان. هتعلقها بقى وتفتكر زيارتنا. ده طبعا ده دي اول حاجه هعملها. صح؟ الله يخليك يا عم رأفت. انبسطنا قوي معاك النهارده. واحنا انا اكتر والله انا اكتر. ميرسي يا عم رأفت جدا. لا لا. مع السلامه. هسيبك بقى مع اللوحه بتاعتك. ماشي. عاش عمره في السيد وبرضه اتولد فيها. على سور فنون يعرض لوحاته طول اليوم ويساعد الطلاب في تسليمات مشاريع ويعلم الأطفال يلونوا المرسوم.